الله يكرمك يا خالد ويسعدك يطول بعمرك ويبارك لكم يا سيد عيني. قواكم الله. لا انت خال ناصر رحبا ال المين البوسه هذه امانه لك في ذمتك متابعينك ما تكفينا واحده هبنا ثانيه بس من الجم بالخير جميعا من بالاحمر قريه ايش يا عبد الله عضوان في قرية عضوان التراثية الله يمسيكم بالخير جميعا في فعالية جميلة الحين بصورها إن شاء الله وعساكم في الوجود دائما وأبدا ايش تطلب من الفنان خالد حمد؟ نبغى يغني لنا اغاني حجازيه اللهجه الحجازي يا خالد الله ترى يعني. ترى خالي من جمهورك لا ترد والله تحت امرك لا ترد والله تكفي والله والله فرح من الساعه 3 قلت له امشي مدام خالد امشي اي والله حبيبي الله يرفع قدرك اي والله ايش الاغنيه اللي تبغاها؟ الاغنيه اللي تبغاها هذا خالد موجود ابغى
الشيء هو احساس، ابغى الاغاني اللي يغنيها بالاحساس من هذه قبل هذه. والله تامر الامر خلاص بنشوفها. جيتك بالحرم الله ما احلاك. يعني تخيل الديره حتى والجو غابر جميله، لان الغبار ما ينزل الارض، يعني يبقى شوي في السماء تشوفه كذا بس. انه يعني الاجواء تعتبر جميله، وثرت بتطلع تطلع وثرت تطلع ولا يمه. نعم يا بنت عبد الله، امي الله يحفظها، قولي امين امي الله يحفظها لي، ومعي ام خالد بس الله يطول بعمارهم جميعا. في حدائق الشاهي في تنومه، أجواء ممتعة، المكان رايق، والموسيقى برضو هادية ورايقة، جميل. دائما الأماكن اللي زي كذا الطبيعية يعني تحفك كذا. أشجار الحبش، صحيح ما هذا أشجار الحبش؟ أشجار الحبش. فالجو رايق وجميل صراحة، الشيبانينا مستمتعين، العوائل مستمتعين، الحمد لله الكل مستمتعين. أهم شيء إن الجو بارد ما يكون حار، وسلام خاص للرياض. تولف في تنومة، ما شاء الله تبارك الله. اللي صار هذه السنة والثلاث سنوات الأخيرة ترند في النماص موجودة الآن في تنومة. ألف مبروك يا أبو عابد. الله يحييك وتبارك بجيتك، مرحبا ألوف. والوالدة في السيارة ترى تبغى لها كركديه. الله يجبر بخاطرك. الله تبشر لو كنت أصنع. الله يجعلك صراحة يا عبد الله، من الأخير أقولك إياها، أقولها بلسان كل واحد زار تولف اللي في النماص. يا حبيبي جودة، سرعة، مكان يفتح النفس، شيء مرتب صراحة. الله يسعدك، ترى بركة الشباب وجهودهم. أخوي عبد الرحمن، أخوي عبد سرعة، مكان يفتح النفس، شيء مرتب صراحة. الله يسعدك، ترى بركة الشباب وجهودهم. أخوي عبد الرحمن، أخوي عبد العزيز وبدر، وأنت تمثلهم. ما أنا زي ما يقولون أنا من بعيد. أنت كذا حاطينك الوجه الإعلامي. ماشي. بس تبغى أنصحك نصيحة، ابعد عن الأشكال، ابعد عن الأشكال اللي 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 ما تجيب الرزق، ابعد. يعني متى فتحته؟ متى فتحته صح؟ هو من قبل العصر وهنا. متى فتحته؟ يا أخي ابعد يا أخي، ابعد خلاص يا أخي. لي افتتحت اللي في النماص، شفت؟ أشتغل حسد الديرة، شفت؟ أيوه هذه بدايتها. مرحبا، أنت راحي بالمرة. غلبت الهوى فترة، لكن الهوى غلب لحقني وغلبت. ألذ كركديه ممكن تشربه في المنطقة الجنوبية، مو بس في النماص وتنوم. كركديه تولف ما شاء الله تبارك الله. أمي قالت تبغى لك كركديه. أمي تفضل. ألذ كركديه. علي، نعم. أنا حاس في اللي صح. علي من 2016 وأنا أعرفك، عطني فائدة استفدتها منك. أنا عين روح على جوالك وصورت. أنا صورت لا بأس. يعني أنت صحي وتعرف الأمور. علي ترك فنان. لا بأس صح. أنت إذا جيت الجنوب كده تصير سامج. مستواي يرجع. مستواك يقل. الغبار. تدريب برشاش. بس صدق في الجوال أبيض. أيوة حتى الحقيقة أبيض. أنا أصور بدون كشاف الحين، بدون فلتر. لا تخاوي يكون ذرب لو يصير اللي يصير. قاعد اقرا اجوبتكم بخصوص سؤالي قبل شوي، ولكن انا عندي وجهه نظر مختلفه شوي. انا اشوف ان ما في شيء اسمه فقدان امل في الدنيا ابدا. لا تحاول تقنعني. اذا انك سعيد في حلم او في موضوع او في امر انت تبغى تحققه،
وسعيت مرة ومرتين وثلاث مرة وما كتب ربي لك نصيب وتوفيق وتيسير في هالأمر، المفترض انك ما تفقد الأمل، المفترض في هالحالة انك تقتنع اقتناع تام داخلي ان هذه خيرة من الله سبحانه، وان الله ما خلاك توصل للأمر ذا إلا لأنه بيعوضك بأمر ثاني أجمل وأفضل منه. فأي حلم أنت قاعد تجاهد فيه وقاعد تسعى فيه وما تيسر، اعرف ان هذه خيرة من الله سبحانه، لان ربي بيعوضك باللي اطيب منه. فدائما مهما حصل لك من ظروف، خل دائما الامل بالله سبحانه كبير وقوي، وخله يطغى على اي شعور سلبي راح يكون بحياتك. لو يعرف الانسان عن تدبيرات الله له سبحانه بالغيب، ما راح يختار الا الشيء اللي ربي مختاره له، لانه بيقتنع تماما انه افضل له. فمثل هالرسائل الانهزامية تراها سلبية على الشخص بشكل كبير. أولا تأثر على إيمانه وتأثر على نفسيته، تخلي خلاص يعني بدون شغف، متحلطم، روحه انهزامية دائما. فنصيحة لصاحب هالرسالة، راجع نفسك زين، وعسى الله لا يحاسبك بها إن شاء الله، وعسى ربي يغفر لنا ويغفر لك ولكل مسلم إن شاء الله. طبعا تحدي أقصى مدة تحمل، توقعون كم يجيب؟ تتوقع يفوز؟ ها بشير؟ بشير والله واحد صمد الموقف بالحرج. الوقت كم لازم يكون؟ 150 ثانية. لازم 150 ثانية؟ هانت يا احمد، باقي 100 بس. اذا فاز كم له؟ سوني ولا ايفون؟ والله سوني ولا ايفون. بسعيد روح جرب، بسعيد والله روح جرب، يمديك يمديك محمد، روح جرب، روح جرب يمديك. فيها سوني وايفون. يجيبها ولا ما يجيبها؟ باقي 30 ثانية. الله المستعان، الله يعوضه. شيك لي عدتك يا المجنونة. بساطة بساطة. ايش اسم المنتزه؟ بساطة البساطة، عيشني على البساطة، غدي الزبدة. لازم اروح شق اليوم. الان الان روح ارق الطريق مجدد للشقة الان، ولا ما اقدر اتحمل لي ساعتين اتحمل لي ساعتين. ترى عندك وزغ زيد والله، بس كل شيء هجمت على وحده والله. طب ما ادري برشه، فقلنا ما لها الا الصفا، احلى تكيه في المنتزه وسوالف، وقاعدين نتعشى بقلاوه ما قاعدين نحلي. ما شاء الله تبارك الله الشبيبه، لعلهم يعني كثروا شوي. ليش يعني تصور انا وشا؟ لان الاوزان يعني ما شاء الله تبارك الله، سال الله يجعل بالعافيه. صور القصه بعد لك. اي قصه؟ القصه اللي وش فيها؟ نزلت ذابت. اه اوكي، على البساطه البساطه. ها يا جيت اتكلم، منعتني عزه النفس، الله هي يلعن. ابو سعيد، على طاري عزه النفس طال عمرك، هل كذا في موقف قد حصل لك وكنت تبغى تصح لا تكلم؟ والله ما واقف واجد. عطنا الطار السداد. يا طويل العمر والسلامة، ذاك اليوم صدمت لي واحد. حلو. أنا عندي دوام. صدمته وأنت رايح للدوام يعني؟ حلو. بيمديني أطلبه ذا وأقول تاكو ما أدري إيش، أجيك بعد الدوام ذا، لكن قلت بها. عزت النفس خنقتك. قلت يسجلوني غياب ولا تأخير ولا. ولا أطلبه. ولا أطلبه. هذه شكله ما هو كفو. لان لو نكفو بتقدر تطلبه يعني. والله ودك هو ولا ما وقفه ما بطلب. هي ما هي بطلبه يعني مساعده يا ولد. انا عندي يطلع ما بكفو صح، بدي اطلع شكل كبار. اي يطلع شكل كبار. ولكن تدري ولا ما تدري انها من الصفات الحميده عندك؟ وتدري ولا ما تدري ان في ناس واجد يفتقدون هالصفه؟ وش تقول اللي ما عنده الصفه هذه يعني؟ الله يعينه اللي عزت النفس خليها كذا تاكل في البيت ويطلع. هذا الله يعين، والله الله يعين. وجهه مساحه جدا. الله المستعان. اشغلتني عزت
النفس الله يلعن الشيطان رجيم. طبعا تروح الطائف ما تركب عند اللي مثل هذولا. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا. كأنك ما رحت الطائف. ابو حبي جاهز؟ بسم الله. بلعب والله، والله بلعب. تكفى تكفى ابو حبي، والله بلعب. بلعب شيء انت، انا شويه يلا هشام. تكفى كلمه ابغى العب. سبعه ما ابي انا حبيبي. انا جاهز حتى لو ما يروحون معي. بصرهم حد خويني. خل واحد يرجع الشيء بليز. اركب بليز. والله ترى بالله ارعب ابو حبيبي. الله حي. عطنا ميوزك يا شيخ، عطنا ميوزك. ايوه ايوه. ها شباب، ها يمين يسار. تدري انت خسران؟ والله انت خسران انت وياه. توكل على الله. يا شباب صلوا على النبي. بما أن في أول ساعة من السنة الجديدة، أولا مبروك لكم أنكم إلى الآن حيين، هذا الشيء الأول. أبغى حلمك وأمنيتك في هالسنة. السنة هاي طويل عمرنا التخرج والتيسير إن شاء الله. التخرج والتيسير، عسى ربي يوفقك إن شاء الله. الشيخ برضه زي التخرج بعد، يعني لهالدرجة الدراسة معقدتكم. فينا معضلة هذه لازم تنحل. عسى الله يسر أموركم إن شاء الله. أبو عثمان غير إن الأهلي ياخذ الدوري طبعا. هذه منتك هالسنة؟ هذه منتك هالسنة؟ إن شاء الله نتحقق بإذن الله. استوب 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 وقف. اسحبها. بيض الله وجهك. الشيخ؟ بعد يا عيال شو فيكم مع التخرج؟ الله المستعان. الله المستعان. كحيلان. الأهلي ياخذ الدوري. عاد ولا بتسحبها؟ ماني بسحبها. والله قد على الزعيم باذن الله. بعدين ابو صابر ما هي قديمه ترى السالفه. بدا الله ملك الحمد. انت لهالدرجه يعني صار حلم انك تاخذ دوري؟ حلم الامر بسيط ترى. انت قلت انا قد جبتها 2016 الثلاثيه، الثلاثيه هذيك اللي خذيتها على ظهري. تدري ولا ما تدري؟ والله 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 اني ارأف، والله اني ارأف باللي مثلكم يعلم الله سبحانه. ولكن روح عند ابو سعيد. وش حلمك ابو سعيد؟ الستر والسلام. عسى الله يسترك ويسلمك ابو حبي. ولا حلم ولا شيء يا ولد. سنة جديدة لازم انك تبني على احلام. ولا شيء. بقول له شيء. اسلم. الله يبلاه بصلع. اوه صعدها والله صعد. يا ولد شوف وجهه يا ابو حبيب. ابو حبيب ابو حبيب فهد شيك على وجهه. والله ما يستاهل يعني اللي فيه كافي. يا الله الله يسترك ان شاء الله. حلمك. اها دقيقه كاني وصلت الحل الامر. كاني تحتفظ بالامر. الله يرزقك ان شاء الله اللي تبغاه ان شاء الله. صباحك الله بالخير عزيزي المشاهد. تعال جاكو في بث مجنون. اكتب في جاكو زايد بن سابر وتعال مرحبا الف. الله بالخير. شوف ايش تطبط شخصيتك ذي. شخصيتك سابر. الله يجزاه خير في المسجد تسنى. الله يكتب اجر. واحد احنا ننتظره متاخر ويتسنن. ايش يسوي؟ الله
الدين جوالك. يا اخوان هذا اسوأ انتظار عندي. طول اسوأ انتظار ولا افضل انتظار؟ العكس، هذا افضل انتظار. يا اخي انت باقي بتطلع بعد؟ هاكم ادخار؟ لا انت خاش ممكن كان ادخار مو بعندك. السلام عليكم. هلا هلا باللي له الخافق يهل. رحيم، هذا اول شيء خلوه هنا، بنعلمكم بعلومه بعد شوي. الله يحييكم، مرحبا بكم، مبطين ما سولفنا معكم. هذا راح تعرفون ان شاء الله اليومين او الثلاث ايام الجايه قاعدين نجرب هالمنتج الجميل، وان شاء الله بنعلن عنه اليومين الجايه. ليش اليومين الجايه؟ لان اليومين الجايه ان شاء الله فيه كذا سفر مرتبه جميله جدا. لمنطقه السعوديه ما ندري وين، يعني انا بسوي فيها فضول، يعني انا بسوي فيها غموض، وانتم حطوا نفسكم ما تدرون عن وين المنطقه هذه. والله فهمتوا علامات استفهام وناس مستغربه. المهم مشوا الجو، راح ان شاء الله اليومين الجايه باذن الله بيكون لنا سفره كذا حلوه لطيفه جميله جدا، من خلالها ان شاء الله فيه كذا اعلان. فلوس يا رب، فلوس 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 يا رب. خليها ان شاء الله في السفره، كنت بعلن عنها اليوم بس يعني دام في سفره وكذا فاجلناها اليومين الجايه. لذلك مبطي مصرفت معكم، ابى ادردش معكم شوي، اخذ علومكم، اعطيكم علومي عشان نكون على بين، عشان نكون واضحين. انتم ناس تقولني بالوضوح، انا رجل واضح، اعلمكم باللي عندي واخذ علومكم. فالنظام تاخذون علومي ما تعطوني علومكم، لا، يا اما ناخذ علوم بعضنا ولا نكنسل من البدايه. فارحبوا ترحيب الحياة. طيب صلوا على النبي الربع. قبل شوي كنت اتفرج في اكسبلور التيك توك والمقاطع، وشو طلع لي مقطع يا جماعه اعجبني جدا بشكل ما تتصورونه. وكان مقطع للزير سالم يوم كان يقنع اخوه كليب في انه يروح معهم في حرب التبع اليماني، يوم كان التبع اليماني بياخذ الجليله، وكيف كان كليب ما يثق في الزير بشكل كامل، وكان يقول لاني ما راح اخذك لاني ما اثق فيك. وقتها كان يثق في جساس اكثر من الزير. يعني شوفوا الشيء اللي يخليك تنقر بنفسك، تنقر ان كيف كليب يثق في جساس ويترك الزير سالم. العجيب في الامر، واقول ليش عجبني الحديث، الزير ما زعل من كلام كليب يوم يقول انا ما اثق فيك وما بياخذك، لا، كان يقاتل عشان يكسب ثقه كليب. فهذا عندي كلام بخصوص هالمقطع هذا، لكن بخليكم تشوفون المقطع وتشوفون قوه الحديث والحوار اللي فيه معاني كبيرة جدا في أن كيف الأخ يكسب ثقة أخوه، وأخوه الكبير كان متعالي جدا وكان مالك الكامل. شوف المقطع برجع لكم. وأنا ماذا سيكون دوري؟ أن تضبط لسانك وأنت في الحانة، فلا تتحدث عن الأمر حتى نغادر الديار مع الوزير. أضبط لساني؟ ماذا تعني؟ هل يعني هذا أنني لن أكون معكم؟ لا. لماذا؟ بصراحة أنا لا أعلم. ستتعلم السبب، ولا أظن أن لك خيارا آخر غير ذلك. أنا معك وسأظل معك وسأذهب إلى اليمن معك، ولن أدعك تخوض هذه المغامرة وحدك وأنا على وجه الدنيا. لا ينظر أحدكم إلى الآخر هكذا، ما قلت ولا عودة عنه، ومن استطاع منكم أن يمنعني بالقوة فليفعل. لكن بأية صفة ستذهب؟ بصفة أخاك. أقصد بأية صفة ستتنكر. بأية صفة ترغب؟
تكون الطاقة الكناس أو حتى الخطي الذي يلازم الأمير. هذا المشهد اللي انتم شفتوه والله انا يوم شفته انه يكفي عن محاضرات، وفيه تجسيد معاني كبيره جدا كيف ان محبه الاخ لاخوه ومحاوله كسب ثقته باي طريقه كانت. وكليب ما كان يثق في الزير، يعني كان مستفز في كلام الزير، يقول والله ما اثق فيك بكل برود يقولها، وجساس واقف جنبه يعني غبنا. فكان الزير باستطاعه الزير انه يزعل ويمشي، يقول كيفكم عمركم ما عودت. لكن لا، الزير يعرف قيمة كليب ويعرف قيمة نفسه ويعرف قيمة الأخوان، وأن مهما كان ما راح يبقى للأخ إلا أخوه. وشفنا المشهد كيف كان جساس واقف جنب كليب، وكليب كان واثق في جساس بيروح معه، دار الزمن إلين اللي قتل كليب جساس اللي كان واقف فيه وكان واثق فيه وما يثق في الزير سالم. ومن اللي خذ ثار كليب؟ أخوه. فالأخ نعمة من الله سبحانه وتعالى. في بعض الأخوان الكبار ما يعطي الثقة لأخوه اللي أصغر منه، أو ما يعرف قيمة أخوه إلا بعد ما يفوت الأوان. لكن دائما خذوها قاعدة، سواء الأخ الأكبر أو الأصغر، أخوك عطى الثقة كاملة، ازرع فيه الثقة، تركب تزرع فيه المحبة وتزرع فيه كثير من الأشياء اللي بيتعلمها في حياته. لكن إذا كنت تنظر لأخوك اللي أصغر منك نظرة استنقاص أو أنه ما يعرف شيء وأنت اللي تعرف كل شيء، هنا الكارثة، وهنا بتقع في أمور بعدين بتعرف عواقبها. لكن سبحان الله، أخوك اللي يصغر منك إذا زرعت فيه الثقة، تشوف سبحان الله أخوك هذا فيه محبة وفيه تغيرات كبيرة جدا. ليش؟ بس عشان زرعت فيه الثقة. لكن إذا صرت تستنقصه أو أنك تنظر له بنظرة دونية، أو أنه باقي ما يعرف شيء، أو أنه صغير، بيكون عنده انفصام شخصية مع الوقت، تلقى خايف كل الوقت، خايف منك، خايف من الأمور كثيرة. لكن لا صار الثقة محاطة فيه من كل جانب، لا تلقاه يتشلح يوم بعد يوم، يوم بعد يوم يجيك. لذلك أخوك ازرع فيه الثقة كاملة وخلى سند عضد لك، لأن إذا دارت الدنيا واشتدت، والله ما تلقى إلا أخوك، والله ما يوقف جنبك إلا أخوك، ولا يساندك إلا أخوك، ولا يرفعك لطحت الا اخوك. السلام عليكم. ختاما، ترى الاخوان مثل المحزم اللي مستحيل يبور، هم اللي في ذراهم ما تعرف الضيق والذله، ليحدك زمانك شفت فعل سلاحك المذخور، تحزن بطرف اخوانك وهمك بالزمن جله، لمن الوقت زاد الطين بله بالقسى والجور، يجون ويعمرون المنهدم بالطين والبله. اشوفكم على خير. كل عام وانتم بخير يا الربع، سنة جديدة وانتم معي وانا معكم، ويعني بدت السنة الجديدة وانا من جنب براجع. كل عام عامر في ضميري بيتك، صدقت في حبك ولا نجاحد، يلي على كل البشر بديتك بدونك الرديان واحد واحد. سالة صح الله يسار، يعني بداية سنة جديدة جنب براجح وأبيات حبيبي مرضي. وش يقول يا براجح؟ اسلم اسلم. يقول عام من جديد وحبه أكثر من العام، وعام مضى واستقبل العام حبه، ما هو بيوم بس في كل الأيام، حبه في قلبي كل يوم احتفلت. يا سالة أسعد الله صباحكم كل خير يا الرب. أتكلمكم في موضوع تركي بن ذي المشعب السبيعي، تبقى التصويت أقل من 22 ساعة، ورفيقكم محتاج وقفتكم ليدخل من ضمن 24 في برنامج كاريزما 2. لا تخلونه من الوقفة والفزعة اللي أنتم أهلها، ونبغى نشوف وقفتكم ولا لكم. طبعا يا الربع، اليوم حنا عند الفود ترك الجميل الصغير الأنيق شاهي رذا. أنا من معجبين هذا الفود ترك صراحة. تشوف وش عندهم اليوم، خلوكم معه. صبحك الله بالخير يا ابو وضاح. الان احنا متواجدين عند فود ترك رذاذ. ايوه. وش عندكم؟ عندنا شاهي ابو جبل، عندنا ابو ربيع، عندنا مهيتو، عندنا جباتي. انواع المهيتو، انا ركز لي على المهيتو، انواع المهيتو عندنا فراولة، عندنا توت ازرق. يا سلام. عندنا ميكس. يا سلام. ها اعطني واحد ميكس خلنا نجرب. طبعا الربع اكثر لعبه اشوفها في التيك توك تضغط. حلو. وبقابل ابو راجح.
الضغط زال عندي والله انا ضغطهم التشبه انا ضغطهم عندي تم تم طبعا يا الربع اول مره العبها مع عبد الله جابر وموج يا رجال عشانك اول مره تلعب خليتك تفوز لا بالله غصب فايز غصب فايز غصب عز الله انا فوز انه في عيننا والله اضعيف لا بغي يمكن عشانك فوزنا يا رجال ولد انا حرام اول مره تلعبها عشان تتحمس وتقوى وزي كذا اقول بيستمر يا ولد انا حرامك بطل استمر بس مره يستمر ايش شوف راس اضعيف لا يمجي عند بيت ونذبح يمجي عند بيت ونذبح انا بكبتك وكبدي بيه عساني كريم النذبح صلى على محمد قل لا اله الا الله تعود من الشيطان الاوله من الاولات يا اخوك المطاليق والرجال واجد لكن احنا ودنا بخوه ايش الرجال البشوش اللي وجهه يطلق جبال اسمع صلى ولد استورد الكلام استورد انت خذ مني صلى على محمد احنا ودنا بخوتك انت رجال بشوش وعلمك غانم وعلمك سابقك بالطيب ما بخوه روح بنروح نراقد اذن السالتي لا طيب احنا الحين ابا ايش من خدمه بسيطه ان كان رجال بتتم علمنا ولا سود الله وجه العدو طيب رجال بتقهوينا فالله يبيض وجهك حيرك والله الضيف يوم ودوم يبيض الله وجهك ويش لا ابشركم الرجال زانت نفسيته اموره طيبه مرحبا الله يبديك ما شاء الله تبارك الله على الموت بسم الله ما شاء الله تبارك الله طبعا رايحين تقهوه مبسط نغير جو جعل في الجنه دام موتني خرب انا مالي الا رفيق السعد صح صح يوم ودوم اي بس انا حظني مقفل لا لا امور طيبه والله ما بس ودنا بنينا ندخش ايش هي اذا في المخبه لا ما لا لا تزين يا شباب نجرب الحين نجرب ما فيها تجربه الله يعني حظنا الشين والله لقيناه مقفل ترى اي والله ترى يعني الدرب والطرقه لها دور انا رحت لي مع رجال ما هو مشبب ايش اقول رحت لي مع رجال ما هو مشبب مشبب ايه يعني يعني ما هو يعني يا مشبب باشر شباب بغى يصدمنا شباب يا رجل الله يسك الامور طيبه ابشر والله بالقهوه اللي حبها تمشي اي والله حبها تمشي هبل نسال عموما اللي عنده فنجان قهوه ولا شيء يرسل لنا نجي ونهيف عليه وابشر والله بالسوالف والعلوم الطيب والقصيد يا لا لا يا لا 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 طيب عادي قصيد اوكي ابشركم وصلنا الكافي والامور طيبه والرجال طلعت افترح هذا مشي مفهوم العرب ولد ايش اللي العرب العرب عاد منو فينا يا ولد عموما ايش بغيت في 60 في 60 العرايس ايش عرايسي يا عرايس ها والله اجيبك عرايس واحد عرايسي اسمه شت طبعا يا اخوان اللي ينشد عن الحادث الله يسلمكم جميع الامور طيبه وكل شيء طيب جعلني في دارك يا ابو سعيد يسلمك قدامك العافيه الله يعافيك ويسعدك والحمد لله هذا من خالاتك هذا من الاشخاص اللي حاضر الحادث والله حضيت كم عمره الولد الساعه 10 الساعه اشوف كم عمره 11 سنه عموما ديبال سرق السياره ودز استرق السياره من اخذ المفتاح من تحت راسه لا لا وراح به لا يعني هو يمون على الموت الراعي والحمد لله على سلامته في الحديد ولا هب فيه وأبشركم الأمور طيبة حبينا نوضح لكم الموضوع وكل شيء طيب جعلني فداكم جميع طبعا التقينا بشباب الحارة أحلى شباب أرحاب ولد ما يغطي وجهه إلا الرجع لا تغطي وجهه أنا قلت ما يغطي وجهه إلا الرجع أرحب يا عبد العزيز أرحب اللي ملايين حيد الشوف أرحب الشيخ
طبعا احلى شباب. ايش عندكم على الفرة؟ وكذي يعني بس طلع. ايش الاغاني هذه الفاشلة؟ يا سلام يا سلام. كيف انطباعك على الجلسة هذه وهل انت مرتاح فيها؟ تطلع البيت و200 انا انشدك يعني. ما عندي انا شيء والله. يعني ما انت مرتاح؟ والله مرتاح. جعلها دايم. شهري. يا غالي. غلطة. يا الطيب. كيف انطباعك على الجلسة وهل انت مرتاح؟ والله راحة ومع النشامات. مرتاحين يا شباب؟ شيء. موجود. الله يرفع قدرك. ولا اثنين في ردود في حركات. يا سلام يا سلام. لا والله مشبب يا طوال عمر السلامة جاب لنا القهوة. ما قلت مشبب يا رب. وزانت النفسية وبيض الله وجهه. هذا رد عليك مشبب. مشبب بولد يعني مطلع كفو مجمع. وبتجي بيجيكم البيلوت رايح الاستراحة. بس ما مشبب. الحين برنا نعود الاستراحة نعود. البيلوت الحين بالحرام لا صقع براسك. هيا انت حاس من جوا. جوا في بالطريق. طبعا الرجل هذا بسم الله عليه من كان واحده واحده. يلا توكلنا على الله يا رفيق السعد. مرحبا. هل انت مشبب؟ والله هذه والله مش انا البيلوت الحين ولا المسافر مع المشبب. بشركم وصلنا الاستراحه يعني لنا ما يقارب 5 دقائق واحنا نمشي. يقول بجيبكم مع طريق مختص. الله يبقيكم جميع. كيف انتم؟ ابشركم زانه الامور والرجال والله العلي العظيم اني لزمت عليه وقلت يا ولد اخوي انا في الاستراحه. قال لا والله الله لا يهيني. بنت فاهم معي. يلا تعالوا الحين تحقيق تحقيق. مشبب معي الحين في البيلوت. انا وياك يعني بنلعب الحين في البيلوت واتحدى ابن امه يقابلنا. يلا يا دواس. يلا يلا يا الشيخ. ايش عندك بالمشعر؟ اللي يقطع اللي يقطع. طيب انت لا انا حكم. يا سلام انت. يلا دق الاربع جيب الورقه. طيب الفايز يلبيك يا محمد. كيف امورك؟ اي رب الكعبه النجد الحركات. طبعا يا اخوان قبل كنا ننتظر ونسولف الرجال ذا يعلمنا يقول احنا في سنه جديده ما لها الا ساعتين. فحاب اصب عليكم بكل خير وحاب اقول لكم كل سنه وانتم معي الله يسعدكم ويجمل حالكم والله يهينكم على وقفتكم. بناخذ اول لقاء مع الشخص هذا. وش تقول في السنه الجديده؟ والله يا اخوك نقول الله يرزقنا. دقيقة دقيقة أنت يعقوب يا عبد الله إيش تقول في السنة الجديدة؟ السنة الجديدة الحين سنة كم؟ السنة الحين السنة قد نعم في عام 46 صح؟ واحد سنة مبشرة بكل خير إن شاء الله للإسلام والمسلمين ودولتنا ووطننا. طيب الله وجهك عنك والله إنك طبعا آخر لقاء يعني مع أحلى اثنين قبي صورنا سنابه رفض انها تنزل. عموما بسم الله توكلنا على الله. ارحب الشيخ. ارحب يا داش. مرحبا لي ملايين. حيد الشوف. كلمه على وقفتكم بناخذ اول لقاء مع الشخص هذا. وش تقول في السنه الجديده؟ والله يا اخوك نقول الله يرزقنا. على هذا صوتي صوتي اذا قدموني في الصف يجي لما قد لي على الميكروفون يجي صوت غريب. يلا 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 كاك جاي في زوادي. صلوا على النبي. الله يغفر لي على الرجال. لك السلام ارحم ملايين. يلا حيه. هذه الله يجعلني في داخل خشمك. بيض الله وجهك. الاسم الكريم ونعم المليك. لك السلام. الله يبيض وجهك يا سيدي جمل حالك. لهنت يا الربع اللي ابغى هديه ديور. سعد الله مساكم كل خير وش علومكم طيبين. أم ذا اليوم والله ماني أشوف حد شيء ولا أرى حد شيء لا تميم ولا فهد. طول عمرك. وبنسوي لقاءات اليوم مع الشباب بإذن الواحد لحد. شفت مين مخلي جيبه. واليوم بنبث بنفتح بث برضه.
عاد الله من اللي كذبت عليكم قلت بخلصها بخلصها هذا الحين. جزاكم الله بالخير وش علومكم طيبين. التذاكر اللي نزلتها انا ما هي بسحب ولا هي بهدية. تكفى عطني هذا. عيال حلو. قلت ميدهم عيال وش انجزتوا السنة هذه اللي راحت او وش تعود؟ والله ما عندي شيء. السنة اللي راح سويت شيء؟ السنة اللي راحت ما بشرك بديت من الصفر. حلو؟ ايوه حاليا في الصفر ما عندي. ليه؟ مدقر؟ اي والله. واحد دبور. لكن ابشرك السنة الجاية ان شاء الله. حاولت اصير طيار بس ما في فايدة. السنة الجاية؟ السنة الجاية. بديت حمار. لا حول ولا قوة الا بالله. السنة الجاية ان شاء الله في تطور ان شاء الله. وش بتصير؟ حمار عامر. ان شاء الله. يا رجل لا ذهبت انت الغامزة هربت غامزة والله ما ادري وين غامزة طط بعد ايش بلاك ايش بلاك يا رجال اول ما لي دغى سلوم يقول سمو قسمو مرحبا العنهم عنهم من المعزب سلوم قسمو سمو براس سلام قم انت مبارك اجلس 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 هيا الله عليك كثر خير الله عليك كثر خيرنا الله عليك كثر من اعوذ بالله لا ولا دبوس اي والله اكو شماغي ايش فيك كيف حالك شلونك طيب عاشك جاكم مطر يجيب الله خير انتبه ثوبك انتبه ثوبي اخي اقسم بالله تدري ايش ينطبق عليك خط عام انت ايه ينطبق عليك اللي يقول ما مثل الرفيق اللي مثل لمبه التشيك اللي يا شاف عندك مشكله حذرك منه حيو الله ذا العين مساكم الله بالخير يا عيال نسيت بالنور حالكم هلا 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 الله كذا تحس ريحه نشا كثير يلا حيهم والله والله انه مساء الخير اللي يقولونه صدق الله يسعدك بالنور السرور مرحبا ها انت الخير حبيبي والله ما شاء الله عليك عريس يا وعيد حبيب العريس انت والله واشكالك عندي ما يلبس منا ولا ما يلبس منا الله يحييك جمعه العام الله يبقيك مرحبا مرحبا ترحيب الله يبقيك سلام تسليم الوفاء والاحترام سلام تسليم الوفاء والاحترام سلام من عد هم للمطر يا سعد تلك المطالق الحشام صفني شوق العين لا من حضر حياكم الله 71 الف واجب يا الكرام الله يجيب حباب تستاهل التكريم يا بعيد النظر حنا درى للصح مرحبا بالشيخ حمد الشباعي مرحبا مليون الله يطول عمرك حياك الله يا محمد الله يطول عمرك ويرحم والديك مرحبا ما ادري عن بركة الخوة ذي يا ريدي انتم ايش يوي لا الصبة هنا يا الله لا يوفق يا وصخ يا العدو صح ها انا اموت واعرف وش خلى ابو عزام يكتب هنا كيف كذا كان ما حبنا استرصاد
عيونك ولا داني يا هدى.